أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن رياضات الموروث الشعبي تمثل محطة مهمة من محطات التاريخ والتراث البحريني الأصيل الذي دائما ما نسعى ووفقا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، والذي يرى جلالته أن الرياضات الشعبية تعتبر مكونا رئيسيا من مكونات الموروث الشعبي. وقال اسمه بمناسبة إطلاق جائزة فارس الموروث إن الاهتمام برياضة التراث الشعبي وإشراك الشباب والنشء فيها يمثل قاعدة أساسية وبناء مهما من أجل دفع الفئة الناشئة للمحافظة على التراث الشعبي الأصيل وحثها بصورة مباشرة على العمل الجاد والمخلص للمحافظة عليه ونقل تراثهم إلى الأجيال المقبلة لترسيخ معاني الانتماء في أذهانهم عبر التواصل والمحافظة على التراث الوطني، ومن ثم استلهام مضامينه العريقة والناصعة التي تتضمن رياضات مهمة وتراثية. وأشار اسمه الشيخ ناصر بن حمد: لقد حرصنا على دعم اللجنة البحرينية لرياضة الموروث الشعبي ونشاطاتها من أجل إتاحة الفرص الحقيقية للشباب والناشئة للتنافس عبر البطولات الرياضية الشعبية التي تساعد على إظهار مواهبهم الفردية وتكسبهم المعارف وكذلك القيم والتقاليد والمهارات المختلفة، وأن هذا الدعم سيتواصل لتحقيق أهداف أسمى وأرقى وهي المحافظة على تاريخ وهوية البحرين وعراقة رياضاتها التراثية.